على الرغم من تصاعد درجات التوتر واحتدام الخلاف بين القوى السياسية، فإن بعض تلك القوى لا تزال تبقي نافذتها الخلفية مفتوحة لاستمرار المباحثات خلف الكواليس، مباحثات يبدو أنها حتى الآن لم تستطع الوصول إلى مناطق وسطية لحلحلة الأزمة الحالية. بقية التفاصيل مع مصطفى علوش. يصعب التكهن بمسار المشهد السياسي الجديد على خارطة التحالفات المقبلة، ولا سيما بعد دخوله مرحلة التعقيد نتيجة اتساع رقعة المعترضين على نتائج الانتخابات ومطالبة أخرى بإعادة العد والفرز يدويا لجميع الصناديق. ومع استمرار هذه الضبابية، إلا إن مشوار التفاهمات مستمر بين جميع الأطراف للوصول إلى تكتل سياسي تنتج عن طريق الحكومة المقبلة. الحين إظهار النتائج بشكل نهائي ومصادق عليها من المحكمة الاتحادية، يعني ما دون ذلك هو جميعه تفاهمات، ممكن أن تتفق على بعض النقاط، بعض الكتل السياسية وتقترب منها، باعتبار أن اليوم نحن أمام مشهد توافقي وليس مشهد يعني كتلة كبرى وكتل أصغر، فبالتالي اليوم كل التوافقات وكل هذه يعني التفاهمات لا تعدو كونها هي الموافقة على بعض النقاط، ممكن أن تتغير هذه النقاط فيما بعد. ونتيجة لما وصلت إليه العملية السياسية من تقاطعات، يدعو مراقبون قادة الكتل إلى استخدام لغة العقل في احتواء الأزمة مع إعداد مسودة توافقية ترضي جميع الأطراف بدلا عن التشنجات التي قد تصل بالبلاد إلى مناحٍ لا يحمد عقبها. اليوم الاعتراضات كبيرة وكثيرة على النتائج، وبالتالي يجب على الكتل الأخرى الفائزة أن تتحرك بتحرك إيجابي للملمة الأوضاع وحلحلة الوضع، وأيضا طرح يعني مسودة جديدة لالتقاء الكتل السياسية جميعها على مستوى الكتل الكردية والسنية وأيضا الكتل الشيعية، وإعادة النظر بما يحصل في هذا المشهد. ومع قرب إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، ستدخل البلاد في مرحلة التوقيتات الدستورية والقانونية لتشكيل الحكومة التي سيسبقها انتخاب رئيس مجلس النواب، فرئيس الجمهورية ثم تكليف رئيس الوزراء. ما يجري من تحركات أو حوارات بين القوى السياسية بشأن التحالفات المقبلة سيتضح جليا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد.